خلونا كده شوي نتكلم عن باص الأفكار واللي وصل لجامعة القصيم. راح نتكلم اليوم عن الجولة الثانية من باص الأفكار واللي أطلقتها منشآت، كل هذا طبعا لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال واللي تستهدف الشباب السعودي الطموح. ما محطتنا في القصيم وتحديدا جامعة القصيم في بريدة، يعني معروف عن القصيم أنها تشتهر بالزراعة، وحتى هي في مقدمة مناطق المملكة اللي تنتج القمح والتمور. كمان تتميز أو يتميز أهل القصيم خاصة بأنهم أهل تجارة وأصحاب أو يمكن من أصحاب المبادرات الأولى، خاصة في المشاريع التجارية الكبرى على مستوى المملكة. أما باص الأفكار في جولته الثانية تضمن العديد من الجلسات الإرشادية والاستشارية وكمان ورش العمل اللي عملت على تطوير آفاق الطلاب والطالبات اللي شاركوا واستفادوا بشكل ملحوظ وكبير. كمان شهد باص الأفكار في جامعة القصيم واللي أطلقتها منشآت بهدف تهيئة بيئة داعمة لتحفيز الشباب وتطوير قدراتهم في مجال ريادة الأعمال، طبعا شهد حضور واسع وملفت من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكمان أصحاب الأفكار الريادية الإبداعية. والحلو والجميل كمان أنه أعلنت منشآت عن تكريم 15 فكرة فائزة في ختام جولاتها حول جامعات المملكة. دايما الكل مستفيد من جولات منشآت،